شني يا شني شو هاي شني شني بالك تنني هاي شني شني في الحياة تيبي هاي شني شني كل شي مكشوف هاي شني شني من دشرة لدشرة هاي داني داني وراني نصور هاي داني داني يا تشوف تشوف هاي شني شني وقت المكشوف هاي يا دلالي والفن تدفن هاي غني غني أكلام ما يعني هاي داني داني ويا داني داني هاي شني شني وصوتك معجبني هاي شني شني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة هاي شني شني ولا تخافة هاي داني داني يا راها تلفى هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا هاي دني دني نبكي بدموع هاي شني شني بيستو معرفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني الزمان هذا ولا غريب إذا حبيت تفهم العقل يتشقلب تشقليب ناس حاسمة بالشيب وناس تتكبر بالفلوس نتاع الجيب كي ولات الشاه تعشق في الذيب ولا البنادم يحشم كي يروح يطبطب على ابن عمه حشمه يقول هذا عيب احنا نفهمه لغة الطير ونفهمه الكلام مصح للكذيب أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم وزي نقول لكم راكم ملاو وغيو هو كانت وحشتكم هذه الوعد يقولها بصح كيما يقولوا مولا العقل لازم له الراحه دروك انتم راكم في لي فاكونس راكم مريحين راكم قاعدين هو كان ياخذيت لي فاكونس قبلكم باسكو ليا تعبت شويه اول واحد لازم يريح ويروبوزي ولا كيف انا عارف بلي انتم اللي راكم كامل تشوفوا فيا وكاكم تشوفوا فيا توحشتوا الكلمه هذه ولا كيف خاصه نبداو باللي راهو خارج الوطن صح عيطكم عيطتم ليه لبس وغيو وبصح ماشي كيما العيد اللي في بلادنا هنا كيكون العيد اون فامي والناس مجتمعه والذبيحه هذيك اونسومبل والنسوان قاعدين لاتين مع الدواره والرجاله قاعدين يسيقوا ويسكموا في الهيادر ويديروا الدباغه وعلى بالكم والله الخدمه نتاعنا والشيوخه من هي قاعدين مع بعضهم بعض هذو حكايات هذو مسلس بس على كونديسيون لازم التباعد لازم الكمامه وك على بالكم الوقت اللي وصلنا ليه انا شحال عندي وانا نهضر وكل وسائل الاعلام والناس وفي كل الاماكن اللي عندها التواصل في الاذاعه في الجرنان في الجوامع في الاماكن العموميه الناس راهي تتكلم ولكن دروك مع من تهضر الناس ما يستخذ الراي الامر راهم ياخذوا فيه هزو انا ما فهمتش الناس يقولوا الكورونا وهي راهي تقتل والانتشار تاعها سورتو هذه التاليا هذه الرابيده هذه واحد يقتل 10 اقعد في دارك اولي تخرج اخ ليه تخرج يا فهمني دروك عارف راك بلي راك رافد الفلوس وعارفوا بلي الدونجي وهذا الدونجي ماشي يدخلني النيف ومن بعد يعاود يروح وتقعد حتى 3 أيام ولا 4 أيام يا هذا يعقب دير كيف لي شنغا قبل لي بومون معناه الواحد يوم 3 أيام هاو راح وخاصة إذا ما راحش دير كنترول دير كنترولاج هذوك 3 أيام 4 أيام طفرت التسويت ها يا سيدي وسيدي اللي عنده الصحه وعنده المناعه مليحه وكل مليح وكل كيما نقولوا على الماكله هذيك تاع البيو رئيس لك اللي عمره طويله واصحاب الامراض المزمنه ما تخموش عليهم ودروك انت بصحتك ولبس بيك مام كي تحكمك هذه الكورونا هذه الدلتا هذه الوعره هذه قدر طيحك الواحد ما يتسهزاش وما يكونش انسان مغرور هو ربي ما يحبش الواحد المغرور هاي الناس دروك راهي تموت انا واش نقول الله يرحم موتانا واللي راهم مرضى ربي يشفيهم بصح اطاسيو 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 20 واحد متلايم عالدومين وعشرين واحد تتفرج فيهم ويهضروا الكورونا يقولوا شحال اليوم الكورونا واش راهم يهضروا شحال ماتوا واك انت الكورونا هيا خلينا نبداو البرنامج تاعنا في نفس السياق جماعة الخير دروك لازم نقولوا الكلام الحقيقي وكما يقولوا ربي ما استحمل الحق انا مولفني من نقول كي تطفر يهدف الرعي هذه انا مولف نقولها ولا ما نسمو لا 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 هذه انا مولف نقولها بس احنا رانا نهضروا باطل الجمعه اللي فاتت في الجمعه الله يحفظ الامام نتاع الجامع والله يحفظ الائمه نتاعنا ربي يسترهم ان شاء الله ويسر كل علمائنا وشيوختنا واساتذتنا
والناس اللي راهي قاعدة تتكلم وتخاطب الضمائر واللي تخاطب في معركة الوعي بالنظر للشيء اللي رانا عايشين. من قبيل أنني حكيت على كورونا، هذا كوفيد اللي مازال ما يروحش، ما يروحش ما دامنا احنا مازال ما عدناش الوعي ومازال ما ناش فاهمين ومازالنا نزيدوا عليها. ما فهمتش أن الممنوعات تولي مباحة نهار اللي يولوا المشاكل نبغوا الهرج. أنا ما فهمتش الاحتفال هذايا ولا الحفلة ولا الواحد اللي يعبر على الفرحة تاعو يعبرها بواحد الطريقة هستيرية. احنا رانا فاهمين لابسيكولوجي تاع الألجيريين. ونون هنا وأخص بالذكر نبدأوها بالشباب تاعنا. على كل حال الناس اللي جابت الباك ونجحت وكذا مبروك عليهم، كل واحد على حساب لاموين، المهم نجح ما يهمش. الواحد اللي هو فرح بالنجاح تاعو معناتها كان يحب قرايته ومعناها حاب ينجح ومعناتها حاب يولي كالكوشوز. بصح لما يتعلق الأمر كما راكم تشوفوا في الصورة الناس تعبر على الفرحة تاعها حتى تحرق البارتمات يتحركوا، الناس تموت في الطوموبيل ومخرج راسه، يزيد انت تمشي في السيركولاسيون يحبس لك الطريق لازم تشوفه وتتفرج فيه، هو مش عارفك انت لا راك حزين ولا مش عارفين باللي الناس راهم مجوزين واحد ميت ولا واحد مريض، ما يهموش يغلق عليك الطريق. وواحد يقول كلمه الصحه حتى مصالح الامن ولا الدرك ولا الناس اللي راهي قايمه على التنظيم تاع البلاد هذه راهم حاصلين ما فهموش كيف العباد هذو يفهموا، ولا بيبو بالاشاره يفهموا. باش تعبر على السعاده تاعك انتظروك دير هذوك الشماريخ يا ضروك. الشيخ ذيك النهار قال لك هذا تبذير. احنا بكري كيما قال الاستاذ بن شيخ المحترم اي تحيه ليك، هنا عندك العقب بن شيخه وك هنا راني معك كيما تقولوا انا واش قال خويا مصطفى. يسمى احنا بكري كي كنا نجيبوا الباك ولا البيام ولا سيزيام وبشق الانفس كان في الليسي يجيبوا ثلاثه ما يهمش لكل مقام ما قال، كنا نسجدوا لله شكرا سجود ربي سبحانه الحمد لله يا ربي، ونبوسي رسان شيوختنا ويدين بوياتنا ربي يرحمهم. بكري ثاني كنا كي نختموا الحزب نختموا ندوروا على الديور كي كانت النية. ابن شيخ ولا كيف انتم عندكم النية في كرة القدم، احنا ثاني عندنا النية في العلم. كنا نختموا نديروا في اللوحة هكذا يختم لنا الشيخ بالبيض وبالسماغ ندخلوا للديور، واش من روينة واش من طمينة واش من معارك وحتى الصواريد ويشجعونا. هذاك هو الدبلوم تاعنا، هذاك حافز باش نزيدو نقراو. هيا فهموني دروك. والكورتيج تاع العرس يا هيا فهموني، كاش نسمعوا الاحداث منه من يقولوا باللي عرس الفلاني ماتوا فيه ثلاثه والاخرين دخلوا للسبيطار، او واحد يدخل في حياه جديده والاخرين من هي رفدوا الميت تاعهم بالنعش. تشوفوا في هذه النورمال؟ لا 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 لا، هذه كاينه من اول. لا لا لا، ودروك احنا ما عملناها دروك يا ما في درك حاصلين بالكورونا، ما بغاوش الناس تطبق هذا الاجراء، هذا اجراء وقائي ظرفي ماهوش عادي. ولا كان قعدنا هنايا ما نطبقوش القوانين وما نحترموش بعضنا بعض وما نحترموش الشيء اللي ندير، الناس راهي جايبه الدواء هذا اللقاح جايبينه من الخارج بالدراهم بالمناير تاع الدولارات اللي راهم يلعبوه يا. وطب مساكن هذول اللي ماتوا ربي يرحمهم من خيرة ابناء الجزائر واللي ما ترمي يلعبوا هذول اللي كانوا يهضروا، منهم اللي كانوا يهضروا. انا دروك راني نهضر وما نعرف، الله يجعل الخير جميل الله رب العالمين راه منور علينا بالصحه والعافيه، بصح لازم او تحشم تاك دير لك ممو ايه. وانت مريض راه دز الفيروس تدخل للمارشي وتدخل الاداره العموميه وشغل تاع حاجه كبيره انت متم. يعني انت ديجا الواحد يقول انا نقولها دروك، سما انت هكذا راك رايح انت تكون سبب في موت الاخرين، هذه هي. وسورتو هذا راه دانجيا ما نديرش النوقع حاجه كبيره تايا، وتروح للسوق وتامن بهذوك الناس اللي راهم يتمشوا بهذوك الهضره، ذيك الهضره اللي ما كاش منها تاع الجهل، ينحي له الضرسه ويقراو عليها بالكلاب والدم ما يسيلش، مجمع قريب 400 ولا 500 ترس وما هكذا يدنقوا فيه، والعلم والتكنولوجيا واللقاح اللي العالم قاع راه يدير فيه هذا انت ما تامنش به ايه. والناس اللي راهي تموت قدامك راك مامن بها ولا لا لا يا جماعة الخير دروك هنا كي نحكي في الموضوع هذا يعني الواحد الصح الفيريتي يقشعر الجسم وننظر يتعلق الأمر
بهذا الفيديو هذا اللي راح نشوفوه وماشي غير هذا وحده بركة، ممكنين عدة مناطق وعدة يعني مآسي يندلها الجبين وتدمع لها العين، ما تكفيش برك. هنا نبدأوها انطلاقا من العاصمة، هذو أحياء منهم هذا الحي اللي هو أقبية بومعزة. داونا والو، كل مرة يقولنا كاينه سكنة، كاين خير وجاي الخير إن شاء الله، بصح ما داونا. حاشاك حاشاك ما أكرمكم الله، كي يكون عندك كلب والله ما تربطوه هنايا، ربيط ما تربطوش هنايا، ديروا الناحل. راكم شتوا جماعة الخير المنطقة هذه اللي متواجدة في حسين داي، تابعة إلى ولاية الجزائر العاصمة. وانطلقت اليوم من أول حصة في هذا الموسم الثاني إن شاء الله، كيما الرسائل اللي وصلناهم والحمد لله وجدت أذان صاغية كان فيها اللي تفكت هذا المشاكل وفرحنا الناس، وكنا بفضل الله سبحانه عز وجل سبة يعني الدال على الخير كفاعله. احنا ماذا بينا نتأجروا، وأنا دايما نقولكم نستحق غير دعوة الخير، لما المواطن ولا الشيء اللي وصلنا احنا نوصلوه بكل أمان وصدق وصح الفيريتي وبموضوعية بلا ما نقيسوا حتى واحد، ولكن اللي يتقاس معنا ينظر معنا حتى هو راه مأجور. وإذا كان الوعي اللي نخاطبوه والمسائل اللي نتكلموا معهم كان عندهم رد فعل إيجابي ومثلني مأجورين، ولو هي مسؤولية وأمانة وواجب، وهذه هي قوم ولا طلق. كاين عدة مناطق كثيرة جدا راهم يوصلون الرسائل ويوصلون الفيديوهات، وأنا اللي قلت لكم باللي شحال من مرة شحال من موضوع يعني كاين اللي وصل أنه تريقل، كاين اللي راهو عصير يعني رايح يوصل باش يتريقل، كاين اللي راهو انكور، ولكن الرسالة وصلت بكل صدق وأمان. اليوم أنا شفت هذا الروبورتاج مؤخرا على نشرتنا وكان عندي تواصل معهم الإخوة اللي ساكنين تم، حوالي راهم يفوتوا 700 هادو بريميرمون تخلطوا لي زويوزي يعني المياه القذرة تخلطت مع المياه الصالحة للشرب، والمياه القذرة كي تنتشر وما تلقاش يعني لا كوندويت تاعها تولي الروائح الكريهة، الروائح الكريهة واش دير؟ دير أمراض، الأمراض المتنقلة عن طريق المياه. خلينا من الكوفيد وأزمة الكوفيد اللي متواجدة ثم مع السخانة، خاطش أنا هضرت عليهم هذو خطرة في الشتاء، والرسالة ما فهمتش إذا راهم وصلت يخبروا الناس اللي ثم ولا راي أنكور أمه يفرحوهم، على الأقل قادرين يصبروا راهم الاستقلال. هذوما الإسكان تاعهم تم في 1964 تم التدشين من طرف السيد الرئيس الراحل أحمد بن بلة، وكذلك من طرف وكان معاه بشير بومعزة ربي يرحمهم، وتسمى عليهم أقبية بومعزة. من ذاك الوقت لحد الآن شحال من عملية ترحيل على مستوى العاصمة وما ترحلوش، بقات دار لقمانين على حالها، وزاد الأمر تعقيدا والناس ضمرت يطالبوا سيد الوالي. دروك سيد الوالي انني فاهمك، انني فاهمك، التمس لاخيك 70 عذرا معليش، ولكن حتى ثاني لازم تفهمنا وتفهمهم وتاخذ الامر بعين الاعتبار. احنا على بالنا على عاتقك، راهي ولايه كبيره العاصمه، اني عارف مسؤوليه مش حاجه كبيره، عفوا مش حاجه يعني خفيفه ولا يعني خفيفه، هذا راهي حاجه كبيره، وهذا راه مشكل كبير من بين المشاكل اللي راك انت تتحمل يعني على عاتقك، لازم تاخذ الامر هذا بعين الاعتبار. راهم كاينين سكنات لائقه وراهم لي زوبيراسيون دو روكازمون راهم يديروا كيما راهم بعض الولايات. ها انت ثاني هذو سي كيفاش لو كان في كل عام رحلوا 100 واحد يعني 100 مواطن وكان في 7 سنين هي ترقلت، هما راهم الاستقلال لحد الان 2021 مازال ما ترحل، ما صرات حتى عمليه ترحيل. احنا بلا ما نقولوا نبقاو نهضروا ديك يا سيدي يا مهضروا هاكم شفتوا واش قالوا، والرساله نظن وصلتك يا سيد الوالي. هذو راهم يعتبروا من بين المشاكل العالقه اللي راهي تتحملها على عاتقك، لازم تاخذها بعين الاعتبار. وحينا وتيت سويت انا قلت لك المره هذه، المره الجايه راني نزيد نهضر يا سيد الوالي، كيما كامل المناطق اللي راهي تعاني وراهم كامل ولايه الوطن المشاكل هذوما رانا نتكلموا عليهم ولا كيف؟ اضروك كل واحد بيناتنا، اضروك شراكم باغين انتم مضروك. ها انا من هذا المكان من شني شو نقولها لكم واش راكم تحوسوها؟ يا اي لا 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 قولوا لي واش راكم تحوسوا. رحتوا للامريكان، رحتوا للاتحاد الاوروبي، رحتوا من هي من جهه الهند،
دخلتوا من هنا ومن هناك، درتوا عملية التطبيع، كاين بعض الدول داروا الانبطاح، وجيتوا ثاني للاتحاد الافريقي. يا شراكم تحوسوا لا لا قولوا لي، غاضوكم من الدول الإفريقية حابين تعاونوهم. وملاحظ قال لك يا اللي راح ولا واش من بنا خلى، وكان مش يحوزوكم مش قالوا لكم رفضوا باكاسكم وتربحوا. شحال من امباصاد ما تحشموش، شحال من امباصادور تحوزوا وقالوا لكم تربحوا من بعض الدول الاوروبيه والافريقيه. عاودتوا درتوا 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 عاودتوا وليتوا للاتحاد الافريقي لي درامنا ملاحو. يا كيما نقولوا حنايا افريقيا مليحه فيها المناظر الخلابه و... ليه 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 قولوا لي شراكم باغين، احنا ما نستعرفوش بكم، ما نستوش واش راكم دايرين. هو هذيك المنظمه تاع هيومن واتش واش هذيك راهي وصفتكم بالجرائم الحرب، مجرمين انتوما، قتالين ذباحين، اغتصبتوا ارض تاع رجال شرفاء. عم بكم احنا هذه رانا ساكتين عليها، احنا رانا مع فلسطين ومستعرفين بها وعلى بالنا بها، وهذيك هي الارض تاع موليها من بكري. احنا شعبا ودوله ما نستعرفوش بيكم انتم، ما شكون واش من الدوله واش من مله انتم يا بني صهيون؟ ليه جايين لهذا الاتحاد الافريقي؟ فهموني عليه، روحوا هما ما نستحقوكمش. لا 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 انتم شي جايين ديروا في افريقيا؟ ها عين السويدر في النويدر، هذه يقولوا لهم يترجموها لكم شن قصدوا بها احنا عين السويدر في النويدر. ايا روحوا وما نستحقوكمش، وراهم رايحين يخرجوكم، روحوا من غير مطرود ولا كيف. انتم نورمالمون تطردوا من فلسطين اللي راكم مغتصبين ارضها وقتلتوا اطفالها وشيوخها، وش راكم تديروا؟ زيدوا لجهنم ما تحجموش يا قتالين يا المجرمين. انا خبر لاق بيا وكنت متوقعه، وهذه ماشي غريبه علينا احنا الرياضيين ولا الشعب ولا اي واحد جزائري اللي يتعلق الامر. هذا المدرب عمار بن يخلف والمصارع فتحي نورين اللاقبيه، وهذه شيمه من شيم الجزائريين والجزائريات في كل مناسبه. شاك فوا مين يوقع واحد مع رياضي ولا اي يعني كومبيتيتيف معناتها حاجه تنافسيه مع بني صهيون، ما نتعاملوش معاهم، ما كان والو برسكو ما نستعرفوش بهم. لا لا هذه كاينه منها ولا لا لا، حتى اللاعبين تاعنا هذو اللاعبين اللي زيميغري ولا لاعبين جزائريين في مختلف الانديه الاوروبيه، يقدر كاين اللي بعض اللي كارير تاعهم راحت غير على جال الموقف، وما بداوا نستعرف بهم. ان لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. يقول لك العز في الانتقال والذل على من بقى، ولا كيف؟ احنا رحنا على اساس بس نشرفوا الجزائر في الالعاب الاولمبيه، ولكن قدر الله وانا وقعتني قرعه مع لاعب كيان صهيوني، وين تصادمت شويه ما كنتش نستنى في هذا السيناريو، ولكن ما ترددتش باش نتخذ قرار باش ننسحب من مواجهه كيان صهيوني. هاو لاق بيا انا لاق بيا كي هو كي المدرب، والشي اللي زاد لقبية تاع صح هو الشعب كي استقبلوه كيما جا حفاوة. الشعب تاعنا الحاجة اللي مليحة واللي هايلة يرحب بها، وهذا الشعب كامل صفقوا عليه، هذا أكثر من اللي دا كأس العالم. أنا نقول لك نورين فتحيو، أنا نقول لك من عند ربي ربي يجازيك على الموقف تاعك، وهذا أي جزائري يفتخر يطلع راسه باينين احنا. زيد هنا نقدروا نقولوا شكون احنا محرز ولا كيف. ثانيتها خير من اللي تدي ميداليه ذهبيه، ثالثه خير من اللي تدي لاكوب دي موند، هذه يعني نستعرف بك، هي انسان يضحي انا عارفين. ونزيد لكم حاجه، ولو كان هذا فتحي نورين زعما تلقى معاه نقولوا مور سطاد، نقول لك ولا غير دير فيه في الريسانه او شيو خايفه من الهضره تاعي، ولا غير من الروت مريخ، هذه بلا كومبيتيسيون، ولا غير طاح طريحه اللي ما ينساش طول حياته. ولا كيف بن يخلف عمر؟ لا لا لغتوا بينا. الدوزيام بوان اللي نتاسف له، رانا كلاسينا تو ولا راني نشوف احنا الرياضيين تاعنا في كل ضربه المرتبه الاخيره.
كاين بعض الرياضيين تاعنا لو كان داروا جراو وحدهم كانوا هنا كون جراو واحد مي كلاسي والدوزيام وضروا كيف احنا دائما المراتب الاخيره. السيد الوزير راك غير كيما جيت للوزاره نقول لك كان الله في عونك مبروك عليك ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. بصح كاين رسائل كثيره مع ما مر الوقت ومع الحصص اللي راح نوصلهم لك السيد الوزير. اون ديكو لا فيريتي في دو مال لتو الموند ربي يوفقك وعلى بالي باللي راك في وزاره اللي ملفات ثقيله وشائكه وراك ورثت مشاكل ورانا عارفين سيد الوالي انا راني عارف. شوف غير على مستوى 48 و 58 ولايه المديريه الشباب والرياضه ومن بعد نحكي لك واش راه صاري في بعض الولايات. ظلم وحقره تاع الاطارات تاعنا سواء في الرياضه ولا في الشباب. ما كي نولوا نشوفوا هذا المنافسين وهذا الرياضيين واش راه صاري فيهم تبدا من على مستوى الولايات. هما كيف راهم عايشين في ولاياتهم الامكانيات كيف تدربوا كيفاش وصلوا باش راحوا الامكانيات اللي راحوا بها خلينا نتهلاو فيهم. ولكن من قبل ونهضروا على موضوع الشباب والرياضه والهياكل الرياضيه والاطاره تاع الشباب اللي راهي مظلومه يا سيد الوزير. من طرف واش راه صاري في بعض الولايات ظلم كبير. ومن بعد راني نوصل لك بعض الرسائل اللي لحقتني وما زالت ما حبستش ولا كيف يا سيد الوزير؟ ان شاء الله راني نكلم نوصل لك الرسائل يا سيد الوزير ولا كيف؟ يا جماعة الخير كي وصلت لهذا الفقرة اللي هي فقرة ميكروفن يعني اللي نتكلموا فيها على الفعل الثقافي والشأن الثقافي والفن والفنانين يعني ثلاث دقائق ولا ربعة ولا خمس دقائق ما تكفيش بارابور يعني المعاناة ولا واش نقدروا نقولوه بالنظر للشيء اللي أنني شفته ولا عندي علاقة مع الناس اللي ربما كانوا في تواصل مستمر معايا من بينهم الفنان فريد الروكر ربي يرحمه. راكم شفتوه ما كاش نهار اللي ما تلاقاش مع الإعلام وما تكلمش على ما يعانيه الفنان الجزائري والظلم والحقره اللي عاشها ويشوفوا في كيفاش الناس من هذو يديو في دراهم ويخدموا ويسترزقوا واحد اخرين يعني جماعه تخدم وجماعه حابسه وخاصه في الاعوام الاخيره تاع الكوفيد اللي الفنان عانى كثيرا كونه ماشي ينشط شي باين ولكن على الاقل كانت كاينين تكون كاينين بريزون شارج تاع هذ الفنانين واللي دائما انا نقولها احنا مؤخرا الساحه الفنيه والاعلاميه يعني افتقدت وجوه كبيرة وجوه نيرة وجوه معروفة وجوه يعني حبها وحبت الشعب الجزائري كاللي مات بالكوفيد كاللي مات بأمراض أخرى ربي يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته إن شاء الله ونقولوا تعازينا الخالصة القلبية لكل عائلات الإعلاميين سواء الأستاذ يعني الإعلامي الكبير أستاذنا سليمان بخليلي ربي يرحمه أيقونة افتقدناها ربي يرحمه ويصبر عائلته ويصبر كل شعب جزائري اللي عنده علاقة كامل به الإعلامي كذلك كريم بوسالم الفنان فريد روكر الفنان مصطفى بلكحل وكاين فنانين آخرين راهم على فراش المرض ربي يشفيهم إن شاء الله ما يكون غير خير طاهور منهم عبد القادر بن داود كما قلت مصطفى بلكحل الفنان الشعبي هذا المحبوب اللي كذلك عانى ومات بالكوفيد عانى كثيرا من التهميش اللي عاناه كذلك وكان على تواصل معي وكان يحكي لي ودائما يشكي لله سبحانه عز وجل وإنسان بشوش دائم البشاشة على غرار كل الفنانين اللي توفوا. وهناك فنان آخر اللي نعرفوه عنده خاصية فكاهية واحدة يعني فريدة من نوعها محبوب الجماهير اللي مازالت لحد الآن الشعب منساش وكل ما طلع على التلفزيون إلى خلى البصمة تاعو يتعلق الأمر بالفنان حرودي. فنان الجزائري والوهراني هذا هو ما داير والو وتحاسبوا على قدرنا هكا الناس راهي بجات بريفي طياره وتنبر بابير وقول لهم الله يزيدهم ما عندنا والو ساكن مع شوابين راهم فيريفو هذه عينه. هذا دروك واش قال؟ قال الفنانين وهران انا على بالي الفنانين تاع وهران راهم يعانيو كل فنانين الجزائر راهم يعانيو ما فهمناش ماهيش قضيه يعني تجيب مدير ثقافه ولا ماهيش قضيه مسؤول كي تجيبوا على القطاع هي قضية بطانة، قضية منظومة، قضية اون استراتيجي كولتوريل يعني ديستيني لهذ الناس. ماهمش حاجة ماهمش بزاف هذو الناس. هاو هذا يعني يوصل واحد يهضر بالطريقة هذه معناها هذا كذلك فريد الله يرحمه كان يحكي كما كان يحكي هذا. وكان هناك الآلاف من الفنانين اللي راهم يحكيوا بنفس الطريقة اللي حكى بها حرودي. ما فهمناش وعلاه دايما هذا الفئة اللي الناس تشوف فيها بلي عندها دراهم
وعنده سيارات فاخره و... يا وعنده سياره يمشي بها وسياره سيكوا او قال لكم تحبوا الطوموبيل هذه السياره هذه تديوها انت الا تجيب لك لوجمون. لوجمون راه حق دستوري كما اي مواطن جزائري. وعلاش الفنان ما عندوش حق؟ ما فهمناش. ماهيش يعني ماهيش حاجه سهله انه الفنان كل واحد يدير ريسونسمون تاع لي زارتيست لي سبورتيف كيما المعلمين كيما الاساتذه. كاين هادو الشخصيات العموميه على مستوى البلديه قال فوالا شحال عندنا احنا من فنان ولا مثقف ولا شاعر ولا يعني في جميع هادو اللي لي دور دوبينيو هادو الناس اللي راهم يخدموا في الفعل الثقافي اللي تحتاجهم. هذا راه ينور لك الراي العام. يتعلق الامر بامام ولا معلم ولا كامل كل الفئات. ولكن مادام عندهم لجنه ثقافيه ومتكلفه ماشي غير باش يديروا لكم الحفلات، ماشي غير في النهار تسحقهم في النهار الكبير، ماشي غير وين يشوف احمد. المشكله والادى والامر انه في البلديات هذه نقولها لكم لا فيريتي وما ربي ما استحمل الحق، هذه ما تقيسكمش سيتو الرياليتي وشوفوها. على مستوى البلديات في المجلس البلدي في بعض البلديات هذاك اللي الاجهل هذاك اللي ما كان والو يعطيو له الثقافه والفن والسبور ويعيث فيها فسادا. ونشوفوا الملايير المليره نتاع هذا الميدان هذا البيجي كما يقولوا الناس البيجي اللي ديستيني لهؤلاء يروح اكوش يا دروات. والفنان الفنان في ذيك الولايه مهمش وهو اللي الاول اللي يقصى. خلينا من السبور ما نهضروش على واش راه صاري في وزاره الثقافه. هذه رساله لكم ولا كيف؟ المهم مشاهدينا الكرام لحقنا الى نهايه الحصه. نشكركم كامل جمهورنا الكريم انتم اللي تواصلتوا معايا. والبارح لما شفتوا لابون يعني هذيك الومضه الاشهاريه تاع الحصه وكيف تفاعلتوا معنا، اللي انتقدني كثر خيره، اللي متقدم منا ملاحظاتي كثر خيره، اللي حتى قال لنا كلام زعما هو عبر بطريقته واحنا ثاني نقولوا له يعطيك الصحه احنا قلبنا واسعه. واللي مديتونا النصائح وفرحتوا بنا احنا ثاني فرحنا بكم. نقول لكم ان شاء الله الحصه راهي راح تولي ماشي تولي ماشي دائما تولي مره ثلاث مرات في الاسبوع نهار بنهار مثلا. نتلاقاو دائما في نفس التوقيت اللي راكم شفتوه على الاشهار. ما تنساش تتواصلوا معنا في الواتساب وتبحثوا لنا فيديوهاتكم في الصفحات نتاعنا شني شني شو تحت الرقم راكم تشوفوه اسفل الشاشه. ما علي ان اقول لكم اصدقائي الاطفال اللي راكم عاودتوا طلبتوا من الغنيه هذه هاكم شفتوها وراكم شفتوها كذلك في الوسائل التواصل الاجتماعي في اليوتيوب وكاع. نقول لكم نتلاقى ان شاء الله في العدد القادم ان شاء الله في عدد جديد. نقول لكم بقيه البرامج اللي راكم رايحين تشوفوا البرامج ممتعه على قناتكم قناه الحياه الجزائريه. ما علي الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ونتلاقى ان شاء الله في الحصه القادمه ولا كيف. يا حي وشكم لبسكم لها هيا قلع. شني شني يا شني شو هاي شني شني بلاك تنني. هاي شني شني في الحياة تيبي هاي شني شني كل شي مكشوف. هاي شني شني من دشرة لدشرة هاي داني داني وراني نصور. هاي داني داني يا تشوف تشوف هاي شني شني وقت المكشوف. هاي يا دلالي والفن تدفن هاي غني غني أكلام ما يعني. هاي داني داني شني وصوتك ما عجبني. هاي شني شني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة. هاي شني شني ولا تخافة هاي داني داني يا راها تلفى. هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا. هاي دني دني نبكي بدموع. هاي شني شني بيستو معرفة. هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور. هاي